عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، تشاهدوا هذا الفيديو صحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نفصل معكم بينوار ديال الرجال بطريقة سهلة وبساطة، يمكن المبتدئات يديروه للازواج ديالهم ولا لوليداتهم الا عندهم لوليدات. هذا عندي هنايا البينوار ديال الرجال، هذا الثوب سخون ديال الكانيش، غنديرو هنا. شديت الطول، شديتو من هنايا، ها هو بطو حتى لهنا. درت في الطول 1.50 متر وزدت 5 سنتيم ديال لوغلي من التحت. انا هاد العبار ما عنديش، العبار ديال هاد الراجل هذا ديال هاد مول هاد البينوار ما عنديش العبار ديالو. المهم غنحط له العبار غير من راسي وصافي، ندير له عبار وافي على حساب الزوجه ديالو، قالت لي وفي له شويه وصافي. هنا غادي ندير خط باش ندير العبار ديالي، ندير خط هنا، خط مستقيم. هنا هذا درتو على 4 توب، هذا الجهه المسدوده هي هذه، هذه هنا هذا هو الظهر، وهادو الامام. الامام خليت هنا واحد 14 سنتيم خارجه هي، وهذا نردو البال، نديرو الشعره هكا، الما ديالو كيمشي هكايا ملي نكونو كنفصلوه، ردو بالنا مع التوب. على بركه الله نحطو الكتاف، غندير في الكتاف ندير 24 بالخياطه، حيت البينور كيبغي يكون واسع، يكون ميكونش جاي مشنوق ولا من الكتاف، حيت كيتلبس على الحوايج في الدار. غنهبط هنايا 24، ندير 32 في الصدر، الدورة ديال العنقة ندير فيها 8، ونهبط هكايا 2 سنتيم. نجيب البيستولي ولا بيدية ماشي مشكل، نشوف شحال عندي في التركيز، خصني يكون عندي في التركيز 30، هيا عندي 30 صافي. ونهبط هاد النقطة هذه نصيلها لهنايا فين هبطت هنا 3 سنتيم، ومن هنايا صافي غنهبط خط حتى لتحت، على حساب الرجال ما كيكونش عندهم البطن داخله ولا الحوض ولا هذا. صافي كتشدي من العبار ديال هاد الصدر فين عندي، وتهبطي بالمسطرة نيشان، ونشوف شحال عندي هنا في العرض. صافي غنخلي هكا على العرض ديالو، غنخرج لهنايا للتالي هكا، ونهبط هكا بهذا الخط حتى لتحت. نقطع الظهر هو الاول، صافي نحبس غير هنايا، نكمل بعدا العبارات ديال الامام باش ندير هنايا الكول ديالي. ندوز هنايا غنطراسي الكتاف ديالي، نطراسي من هنايا الجناب حتى هما نطراسيهم. صافي حيدت هنايا، هنا هاد الحاشيه راه حيدتها، ها هي هنايا راه طيرت داك الحاشيه. غادي نهبط هنايا من الكتف، نهبط 40 في غتجيني داك الطويه ديال العنق ديال داك الكول اللي غيجيني مقلوب بحال كول طيور هكايا.
ونحيد من هنايا واحد 3 ديال السنتيم لحد هنا 3 سنتيم، غنحيدها غير من هذا الخط هذا فين عندي هنايا 40 من هنا ونحيدها صافي. غنجيب هذا المثلث وغادي نشد خط من هنا من هذه البلاصه، نحط المسطره هنايا ونخرج بها لهنايا فين عندي هنا الدوره ديال العنق، هي هذه داك 8 ديال السنتيم فين دخلنا، غادي نخرج بها لهنا ندير هكايا ونطلع بخط هذا هو الخط ديالي. غادي نشوف شحال عندي في الدوره ديال العنق ديال الخلف، عندي 9 ونزيد سنتيم ديال الخياطه هي 10، ها هي. ومن هنايا في هذه البلاصه غندير مسطره وغادي نخرج هنا 14 14، غندخل هنايا 2 سنتيم من هذا الخط هذا اللي داخل الداخل، ونولي نرجع نقص عاود من هنا 2 سنتيم باش يبقى لي هنا 14 صافي. ونسير بخط هذا اللي هنايا غير هذه البلاصه هذه، هذا هو الكول ديالي. من هنايا فين عندي هنايا فين علمت 14 غادي نجيب هاد دايره غير بيدي هكا نشدها فين علمت قبيله داك 3 ديال السنتيم هكا صافي. هذا هو الكول ديالي اللي كيبان لكم هنايا، ها هو غادي من هنا وهنا، هذه هي ديك 10 سنتيم اللي غتلصق لي في الدوره ديال العنق ديال الخلف، هي هذه صافي. ملي غيتقلب راه كيجي مقلوب. هنا راه نسيت ما طلعتش هنايا 2 سنتيم، غنطلع هنايا 2 سنتيم على حساب هاد الجوج باش ملي نقلب الكول ديالي يجيني داير مرتاح ما يجيش مشنق، داكشي علاش غادي نطلع 2 ديال السنتيم من هاد البلاصه هادي. هاد الخط اللي درت قبيله هو هذا اللي شديتها فيه هنا 14 سنتيم، غنجي لهاد الخط اللي طلعت من هنايا اللي كيبان لكم ها هو، نطلع هنا 2 سنتيم هذا غير ديال باش يجي الكول مرتاح صافي. ونصيلو بخط هنايا النقطه ديالي اللي عندي هنايا، هنا غنجي نقطع هذاك 3 سنتيم اللي دخلت قبيله من هنايا. دابا نكمل على هاد الطراساش اللي طراسيت قبيله، غنهبط من هنايا نكمل على هاد التقطاع ديالي. صافي دابا غادي نقاد هذا من هنا، راه ما عنديش الثوب مقاد غنقادو. هنايا غنطلع واحد 3 ديال السنتيم، هنا غادي نقص واحد
جوج ديال السنتيمات هاد الجهه هادي ونخرج لهنايا للتالي. صافي دابا غنعبر التركيز ديالي شحال فيه، غادي نحيد باش نفصل الكمان. جبت الطرف درتو على على 4 كما كتشوفوا معايا، غنجي لهنايا نهبط 10 ديال السنتيم، غنهبط في هذا غير 10 على حسب البينوار، ماشي ضروري يجي، ما خصش الكم يجي واقف، غنديرو هكا نهبطو من هنا غير 10 ماشي بحال المولفين هبطو 13. هذا الحاجه ديال الدار اللي كتبغي تكون عريضه شويه باش ما يجيش الكم مشنق. صافي نقسم هادي على جوج، هادي هنايا غندير الطول ديال الكمام، ندير فيهم 60 ونزيد 3 سنتيم ديال الغلي هنايا. ندير 15 صافي، نسيل هاد النقطة هادي، ندير هنا في الدراع ندير 22، هبط من هنايا تهبطي 9، هاهي ندير 22، هاهي فين جاياني. هذا هو الكمام ديالي. دابا ندوز نفصل التبطين ديال الكول مع الطرف اللي شاطلي هنا من الكمام، غنفصل بعدا الحزام من هذا الطرف هذا. حيد بعدا هذه الحاشيه هذه، العرض ديال الحزام ندير فيه 10 ديال السنتيم هكايا، ندير 10 هذا الحزام ديالي. دابا غنفصل التبطين، هنا حطيت هاد الدوفا ديال الامام، حطيت وحده حطيتها فوق هاد التبطين هذا، هما هنا هاد الطريف عندي على جوج، حطيت عليه هذا هكا كديتو، صافي هكايا ندخل من هنا واحد شويه، واحد 3 ولا 4 سنتيم من هنا ونطلع مع هكا. صافي هنايا غادي نحيد هاد الدور هاد الدوفا ديالي، غنجي لهنا غنهبط واحد السنتيم على هاد الطراز اللي طراسيت ديال الخياطة باش يجيني قد الاخرى من لاصقها مع الدوفا هنايا، وندخل هنايا واحد 4 ديال السنتيم هاهي. صافي نطلع من هنايا، هاهي داك 3 سنتيم اللي دخلت هنا في الكتاف. دابا غادي نقطع، هذا هو التبطين ديالي كما كتشوفوا.
دابا غندوز نفصل لك هذا الجياب ونطراسي البلاصه ديال الجياب فين غنحطهم باش من نجي نخيط يكون عندي مطراسي. نربط هنايا 31 من هاد الدوره ديال التركيز، حيت غندير له الجياب هنا على برا. هيا ندير 32، غنبعد هنايا على الخياطه واحد 6 ديال السنتيم صافي، وندير خط مستقيم باش غادي نحط عليه الجياب ميجيونيش عيوش ولا مايلين. نقاد هنا المسطرة صافي، ندير 21 سنتيم هنايا في هاد العرض ديال الجيب صافي. تما غادي يكون عندي الجياب، غادي نجيب هاد الضوفة هادي ونطراسيها عليها من الفوق. صافي هو تطراس لي فيه. هنا نطراسي الجياب ديرهم، درت 24 على 20 هانتي هنا في الطول، درت 24 في العرض ديالهم، درت 21 هي الفصالة ديالنا كما شفتوا. نتمنى تكون الطريقة جاتكم سهلة وبساطة، وان شاء الله نخيطوا معكم باش تشوفوا الطريقة ديال الخياطة. والسلام عليكم.